بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني حقيقة 2011 كانت هي بداية حلم. أنا أتذكر عشنا هاللحظات وكانت فيها يعني مشت يعني تعود من الذكرى بمشاعر الحزن، اللحظة اللي فيها سقط الشهيد علي مشيمع. وكنت أتذكر قافلة الحرية انطلقت من المقبرة، يعني من المقبرة، يعني أذكر كان قبلها بليلة تحديدا رحت قريب من الدوار، واعتقدت أن من استحالة أن أي أحد ممكن يكون قريب من أي نقطة من الدوار بسبب الأمن، يعني عدد الشرطة الأجياب كان منظر مرعب، يعني ما ممكن أي أحد ممكن يقترب مترين من المكان. فبأن أرى في خلال أقل من 24 ساعة يتحول المشهد بأن هناك في ثورة غاضبة، لأول مرة في حياتي في البحرين أشعر بأن أي شعار ممكن، أي شعار في بالي ممكن أقول، لأول مرة أشعر بأن الناس يعني لما كانت تنطلق في هالمسيرة إلى دوار لؤلؤة كان بالفعل روح الحماس، روح الثورة، كأن الشعب انتصر من ذيك اللحظة. دخول إلى دوار اللؤلؤة هو كذلك كان حلم حقيقة، يعني أتذكر هذه كانت من أروع اللحظات، بحيث أن فكرنا خلاص يعني معناته الانتصار بدأ من هالنقطة. فإصرار الشعب، إصرار الناس، ثبات الناس في هاللحظة كان كلش يعني من أروع الأمور اللي صارت. ويبدو أن محاولة النظام لتفريق الناس باستخدام القوة المفرطة بدل ما أنه يجيب أو يخلق حالة الخوف عند الناس، خلق الحالة العكسية وضامن الناس بعدد أكبر. ما صارت في أي ثورة في الوطن العربي كله، وسمعنا عن الربيع العربي، شفنا مناظر في مصر في تونس، بس في الوطن العربي كامل ما سمعنا أن في مكان، أن في مسيرة في شارع واحد ينطلق فيه بين ثلث إلى نص شعب عن بكرة أبي. هذا ما صار، هذا منظر لما يتكلمون عن ربع مليون تقريبا وشعب ما يزداد، يعني عدده ما يتجاوز 700 ألف. فما حدث في البحرين كان معجزة، يعني ما قام به شعب البحرين كان معجزة حقيقة. الصورة انقلبت، وانقلبت الصورة ليس لأن مطالب الشعب لم تكن حقا. اليوم صراحة أشوف 9 سنوات من الثورة وارجع وأشوف أنه ما ارتكب من جرائم في يعني من قبل آل خليفة، ليس فقط في حق شعب البحرين من تعذيب وقتل، وإنما اجتازت الجرائم لتصل إلى اليمن، واستخدمت ليس فقط يعني التعذيب اللي قتل كثير من شعب البحرين، وإنما سلاح التجويع للقتل. يعني سلاح التجويع للقتل هذا صار واحدة من يعني أبشع الوسائل في هالعصر، وللأسف كلها بغطاء أمريكي بريطاني. في هاليوم أكثر شيء أستذكره بأن يجب أن يعني لا ننسى الشهداء، تضحيات الشهداء، المعتقلين، المساجين، السجينات، الرموز. يعني أعتقد اليوم المسؤولية أمامنا هي مسؤولية كلش كبيرة، ويجب أن نكمل الدرب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.